بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دلوقتي بقى بقدم لكم احمد بن اهو ما شاء الله، هيقدم لكم الحاجه اللي عندنا. طبعا النهارده الخميس بالليل، النهارده اتنين في الشهر، واول مره تفاجئ دلوقتي ما شاء الله تبارك الله. الف مبروك اللي هياكله حاجة كده زي الوالد، لأنني النهاردة والله اتنين في الشهر، وبعدين معاد كشفي إن شاء الله. عايزاكم تدعولي بالله عليكم كلكم إن أنا راح أعمل كشف وتحاليل يوم 5 في الشهر، لا عشان يحددوا بقى يعني أشيل الكيماوي ولا لسه أخده. ادعولي بالله عليكم. طبعا لسه بقول لأحمد دلوقتي، طبعا مكنتش ناوي اعمل العرض النهارده، بس احنا ان شاء الله ان شاء الله هتنزل كده يا احمد. انا معرفش اصور، ان شاء الله باذن الله. العرض ان شاء الله ان شاء الله هيكون بكره باذن الله، بكره الجمعه. تقريبا 3/5 او 2/5 ان شاء الله هيبقى عندنا، انزل عرض على ال، احنا مكناش عاملين حسابنا والله، بس يلا بقى كله برزقه كله برزقه. هو احنا عاملينها كده يعني، والله ما بناخد جنيه جنيه، بس يلا. احمد قال لي ياما انا فوجئت والله، لسه الوقت اهو. بقول له النهارده كام في الشهر؟ قال لي النهارده 2 أو 3. فبالله عليكم تدعولي ان ما الكيماوي ما تشغلش، بالله عليكم، لان هم بيحددوا بقى انا كنت هكمل او مش هكمل. وادعوا لي والنبي بالله عليك، لان الكيمو دي شيء صعب قوي، ان ربنا يشفيني ويحش عني. وطبعا والله العظيم العرض ده نازل على اجمل فسيخ، هو رزق اللي هياكله يبقى 65 الثلاث وحدات، والاربع وحدات 55. ما اقدرش نعمل اكتر من كده بتمن والله. وطبعا الحبايه كيلو ما عليهاش عرض، ماشي. عندنا الحبايه، رفع الحبايه كده، استنى يا ايوه، دي الحبايه كيلو اهي ما شاء الله عليه، حبايه كيلو اهي. مش بعرف اصور يعني، بصوا دي الحبايه كيلو، ارفعها كده يا احمد. دي الحبايه كيلو اهي، الحبايه كيلو، سوري زفت. دي الحبايه كيلو ما شاء الله عليها اهو، الحبايه كيلو. ودي دخلنا بقى يا احمد، صورني عشان تعرف تصور. بسم الله الرحمن الرحيم بقى، كنت بصور احمد وهو بيطلع الفسيخ. طبعا قلت اما اقول لكم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، النهارده الخميس، بالله عليكم تدعوا لي ان الكيماوي ما عادش يخش جسمي تاني، بالله عليكم. احنا عاملين العرض اهو، دي الحبايه كيلو، الحبايه كيلو، وده معلوش عرض، الحبايتين كيلو اهو. ده هنعمل له عرض برضه بتمنه، والله اقل من ثمنه، هنعمله على 80 جنيه، ده الحبايتين كيلو، ماشي؟ خلي الناس كلها تاكل. وعندنا الاربع وحدات ما شاء الله اهو، الاربعه ما شاء الله زي ما هو اهو، اهو سايح سمنه وحدوقه جميل ومستوي جميل. وعندنا الثلاث حبات، يعني عندنا التشكيله كلها بكره، الاربع حبات 55، الثلاث حبات 65، الحبايتين 80 صح كده. الحبايه بقى كيلو، معلش بقى اقول لك يلا 90، خلاص الحبايه كيلو 90، ماشي. حبايه كيلو يا جماعه، وفسيخ ما شاء الله عليها اهو. يلا كل اللي عايز يجي ياكل، غني فقير حبيب عدو، كل اللي عايز يجي ياكل من عندنا ويدعيلي. اه
بالله عليكم احلى فسيخ، وبالله عليكم تدعوا له وانتوا بتاكلوا. شوف الفسيخة عريضة ازاي ما شاء الله، بطة نايمة الفان. والله 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 واحدة من المنصورة لسه الوقت، والله والشي ده غني فيه، واكلة منه بتقولي انا كلت فسيخ عمري ما كلت. وناس كتير طلبوني النهاردة، قالوا فسيخ جميل جميل جميل، والف انا اللي هياكله. وطبعا اللي بعته برضه هنا اول صور البراميل انا بعته هنا اهو. طبعا عندي المحلي يا جماعة، المحلي ده مش كل المحلي ولا كل النظافة، المحلي دي من ايد يعني واحدة ست عاملة بايديها حاجة كده اخر حلاوة. يعني انا اللي بقعد احليه غيتي بحليه بنظافة بكل حاجة، واحمد طبعا بيعمل معاه، بس يعني ايه هو علمني. ودي المحلة هو ما شاء الله، ده سفسيخ، دي سردين، ده رنجة سفسيخ، ده سردين برضه علب اهي اهي، شايفين العلبة وجمالها. دي سردين اهو، شايفين الشريحة. السردين ده بقى اسمه شوكولاتة، انا مسميها شوكولاتة، اللي عايز او تسال، اللي عايز يقعد يتسلى كده يجيب علبة السردين ويقعد ياكل بيه ما شاء الله عليه. علبة السردين المخلة يا جميلة 60 جنيه يا جماعة، انا اول مرة اقول سعر اهي. طبعا سعرها، وقلت سعر الفسيخ اول، قلت لكم الاربع وحدات ب 55، حباية ب 90، حبايتين ب 80، اربع حبايات ب 55. العرض يوم الجمعة بس، يعني كده عاملينها يعني جت كده فجأة، والله فجأة. وتدعوا لي ان ربنا يشفيني ويفش عني، بالله عليكم كلكم تدعوا لي، تدعوا لي النهارده الخميس وتدعوا لي بالشفاء، ويا رب العرض يلحق الناس كلها يا رب، تحقق يا النبي. وطبعا انا بوصل كل البلاد، انا بوصل كل البلاد، بوصل كل حته، اللي عايزني بصوا كل الاماكن بوصلها، بس اللي عايزني يرن عليا انزله 10-33-2707-44. واحنا محلنا قدام مدرسه الصنايع، واحنا فسيخنا جميل. وبقول لكل اللي بياكل يا جماعه، الفسيخ ما عجبش حد يجي يجيبه، والله ما بقوله لا، واحنا فسيخنا جميل. بس عايزه اللي يجي ياخد فسيخ يقول انا عايزه، مش واحد يجي يقول لي مظبوط وبعدين يقول لي ده حادي، لا المظبوط ده يعتبر دلع. ماشي يا جماعه. وطبعا الفسيخ اهو بألف هنا وصحه وعافيه للي هياكل. الحبايه كيلو يا جماعه 90 جنيه، والحبايتين كيلو 80 جنيه، والاربع حبايات كيلو احنا بنقولها اهو. والله 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 العرض ده ما هو للمنافسه، لا بننافس حد ولا بنقف قدام حد، لان الحاجه غاليه يا جماعه، والله السمك غالي، احنا مش بننافس حد. اللي بيعمل العرض ده بيعتبر خسران، ان هو يعمل عرض عشان حاجه لا، والله ما يكسب، بس احنا بنعمله بس كده ان يعني ان الكل ياكل ويزيد، بس مش عايزين اكتر من كده. والعرض برده مش المنافسه. واحنا بقى احمد اللي صورنا هو، احنا اللي صور، وربنا يسعده ويسعد ولادي ويسعد الناس يا رب. واحمد يا ربنا يبارك فيه ويبارك في صنعته يا رب، واشوفه اسعد واحد هو واخوه، لان احمد من الدرجه الاولى في الصنعه، ما بيخليش حد يملع. والله 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 هو اللي بيعملها في ايه؟ وانا قلت لكم الكلام ده 100 مره، وهو هو ابني حبيبي، هو بيتشرف ان امه واقفه جنبه طبعا. يعني هو بيتشرف بكده، مش عيب ولا حرام، انا اقف جنبه واقف جنب ولادي لحد اخر يوم في عمري، ومش عيب يا جماعه ان انا اقف جنب ولادي حبايبي. كده واقفه جنبي قوي يعني. لازقه فيه، وربنا يبارك لي فيهم يا رب، واشوفهم اسعد الناس يا رب. يا الله يا الله.